الخامسة كانت الأقل في تسجيل الأهداف، كانت الأقل من ناحية العدد، سجل فيها 8 أهداف فقط، وكانت كأنها 8 يعني عاوزها تماما، يبغوها اللعيبة في العدد 100. وكان طبعا نصر الشمراني على أرض هذا الملعب عندما سجل التعادل للهلال في مرمى النادي الأهلي هو الهدف رقم 100. عبد الرحمن العمري يلتقط كرة المباراة والتي تدار بجهاز التحكم عن بعد الذي يأخذ السيارة ويعيدها من حيث أتت، والسواق شوية يعني في تهور، متهور غير السرعة، إلا أنه كمان يلعب في الخط، يلعب في الخط يمين وشمال.